كان الحال شكوى. يوم طلعت انا ومحمد ابني نتغدى سوا انه بكره مسافر لماليزيا يزور امه. طلعت انا وياه ناكل شاورما اسمه كويك شاورما. اوجيكم هاي الوجبه. هاي بتيجي ميكس بليت. هذا اسمه محمد. هذا شاورما دقيقه زين. هاي محمد افندي فيديو ترى. هلا هلا هلا. اضحك يا زين مو ببلاش. هذا هو الطلب من هذا. هاي وجبه طبعا ميكس. الشيء تيجي معاه هيك كوسنو تيجي مع فيه وكارليك تيجي مع السندشات وقطاطة رقيقة هيك على الأرض. حبينا 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 كويك. شو سوي نجرب هاي تيجي لدي هيك تيجي سمعت بيف بيف ولا لام؟ لام لام عذرا هنجرب. طيب 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 كثير. بدي اجرب التشيكن بس خليني اخلص هاي اللام اول شيء برجع لكم بالتشيكن. هذا التشيكن طبعا اكلنا اللام طيب التكسر تبعها مرتب والكريم اللي حاطينه مختلفه بس مخلوطه. جرب التشيكن شوف كيف طعمها. هل افضل من اللاب ولا التشيكن افضل؟ مش عارف. اسمع حاطين مايونيز مع التشيكن طبعا البي وشوي سلطه. لا اللام مع سلطه هذه بس حاطين معها مايونيز التشيكن. هيك صراحه طيبه يعني كانك قاعد ببلادنا. نرجع لكم بعد ما كملنا. الله معك. كيفكم؟ رجعنا لكم بعد ما خلصنا الاكل بجيكم. يعني نسفته ومحمد باخذ لقمات الاكل تبعنا. طبعا خلنا هون تيك اواي لان ما قدرت اكمل. محمد باخذهم معه على البيت يتعشى عليه يتغدى بيه يدبر حاله. الوجبه كبيره كثير لو واحد يعني تو ماتش. اذا واحد يعني ما شاء الله ضخم وبوكل بالنسبه لي يعني تو ماتش. بتيجي لاثنين طيب كثير. الافضل انها تكون يعني نص وجبه افضل او ون راب مش ون ميل. بشكل عام طيب وبنصح ان الناس تيجي على محل اسمه كويك شاورما موجود في قنفل. طيب كثير.